يعني أولا لا يمكن لنا أن نصدق المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية لأنها تعمل لمصلحة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتعويل على الأخبار منها هو ضرب من الخيال. يعني هذه المخابرات وهاتين الدولتين لا يمكن الوثوق لأن هناك تجارب مع هاتين الدولتين بشكل خاص. يعني هناك مثل يقول من يجرب لمجرب يكون عقله مخرب. هاتين الدولتين أكثر دولتين يعني أخطأتا وكذبتا فيما يخص العراق. يعني نحن نعلم أن المخابرات الأمريكية وأيضا وزير الخارجية الأمريكي عندما أظهر أن العراق يمتلك أسلحة جرثومية أو أسلحة كيماوية ولا بد من تدمير العراق وقتل شعب العراق، تبين أن كل هذا كاذب، وهم كذبوا في هذه المسألة وهم يعلمون أنهم يكذبون. الآن كذبوا أيضا فيما يخص أوكرانيا، هم دفعوا الشعب الأوكراني ودفعوا المجموعات اليمينية المتطرفة وهذه قومية ونازية، ونحن نرى ما تفعل في المدن والقرى الأوكرانية عندما تنسحب منها. هم كانوا يعلمون أن روسيا لديها شرط واحد ولديها هدف واحد، هو حل هذه الأزمة بالطرق السلمية، ولكن بوتين قال ووزارة الدفاع الروسية قالت أنه أي محاولة لحل المشكلة في الدونباس في جمهوريتي دانسك ولوغانسك بالطرق العسكرية سوف يضطر روسيا للتدخل. وهنا نؤكد وهنا نلاحظ أن كل ما كانت تقوم به الجماعات اليمينية المتطرفة بالتعاون مع الجيش الأوكراني، ويعني أنا أود أن أنوه أن 60% أو 70% من قوة الجيش الأوكراني وقوته النارية وكل الأسلحة التي استلمها كانت موجودة في الأقاليم الشرقية، وكان الهدف منها الحسم العسكري في هذه المناطق لجس نبض روسيا. كيف يمكن أن ترد؟ وهل سوف تتدخل أم سوف تصمت وترضى بالأمر الواقع؟ روسيا لديها مخابرات، روسيا لديها أعين في كل أوكرانيا، ولديها شعب روسي وشعب أوكراني يؤيد روسيا ويريد التعايش مع روسيا يعني بطريق الصداقة والأخوة كما كان سابقا. وهم علموا أن هذه الجماعات تريد القيام بعمليات عسكرية في جمهوريتي لوغانسك ودانيسك، ولو حصل هذا ولو حصل هذا قبل التدخل الروسي لرأينا مجازر ومذابح في هذه المنطقة، وخاصة أن هذه المجموعات معظمها مستقلة من المناطق الغربية التي كانت سابقا مع يعني تقاتل إلى جانب الجيش الفاشي النازي الألماني عندما اجتاح الاتحاد السوفيتي. وهذه المجموعات وأيضا بولندا بالذات تعلم أن هذه المجموعات مجموعات بانديرا وأزوف وتورنادو قتلت مئات الآلاف من السكان البولونيين والأوكرانيين، وهي كانت يعني داعمة للجيش النازي. لذلك هذه المجموعات يمكن أن تكرر هذه المجازر، ولكن هذه المرة في الأقاليم الشرقية. كيف يمكن لنظام في أوكرانيا أن يقبل بأن تقوم هذه الجماعات بالاضطهاد والتنكيل والقتل على أراضيه؟ هذا يؤكد أن هذا النظام غير قادر على ضبط هذه الجماعات، وللأسف هذه الجماعات هي أتت بالويلات والتدمير والخراب على الشعب الأوكراني كما هي على الأقاليم الشرقية.